جهز التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع اسقفيه الخدمات العامه والاجتماعيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه نظموا شاحنه اغاثه مساعدات لاهل غزه. وكان التحالف قد جهز قافله تحمل نحو 395 طن من المساعدات الطبيه والغذائيه للاشقاء في قطاع غزه. تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني أعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع إسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية شاحنة إغاثة بمساعدات لأهالي غزة. ابتدينا فتحنا باب التبرع من أكثر من شهر والحقيقة في ناس استجابوا جدا وجابوا وبعتوا حاجات بعتوا أموال وبعتوا آه مواد اغاثيه نقدر نبعتها لاهلنا وولادنا في غزه معانا النهارده بطاطين معانا مراتب معانا ملابس للاطفال كل الاعمار من الاولاد هم صغيرين لغايه شباب الجامعه كلنا النهارده ومعنا شباب متطوعين طبعا من اسقفيه الخدمات ومن الكشافه في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه جايين يتعاونوا كلهم علشان نقدر نكون جاهزين للقافله الجايه اللي هتطلع باسم التحالف لاولادنا واهالينا في غزه. احنا النهارده عاملين زي تجمع لحب اهالينا في غزه بنستلم وبنفرز وبنعبي في كراتين حاجات لدعم اطفال غزه احنا في الحقيقه وصلنا مع الناس هناك وعرفنا ان في نقص شديد في اللبس بتاع الاطفال وزي ما شفنا طبعا الفيسبوك مغطي ازاي الاطفال نايمين في ميه فحاولنا نوفر شويه مراتب وشويه بطاطين وفي ناس لما عرفت احنا بنجمع حاجات للاطفال ادونا شويه ببرونات وتيتينا وحاجات للسن الاصغر كمان احنا النهارده موجودين علشان نقدم ونشارك بحاجه بجهد بسيط في تجهيز الشاحنه اللي مسافره لاخواتنا اللي في غزه وإحنا طبعا ده جانا نتيجة توجيهات من قداسة البابا وأشار لينا من خلال أسقفية الخدمات نيافة الأنبا يوليوس بالتعاون مع مؤسسة التحالف الوطني إن إحنا نقدم نيجي النهارده عشان نساعد في تجهيز الشاحنة اللي مسافرة لإخواتنا اللي في غزة. الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكد أن شاحنة المساعدات الجاري تجهيزها لإغاثة أهالينا في غزة بالتعاون بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضم مستلزمات للأطفال وبطاطين ومراتب وأشار إلى أن هناك استجابة من الجميع لمساعدة الأهالي في قطاع غزة الحقيقة كان لازم أن الكنيسة القبطية كمؤسسة أساسية في مصر هنا وإحنا الحقيقة عضو في التحالف الوطني كان لازم يكون لنا تحرك فأعلننا في جميع لجميع الأقباط في مصر وخارج مصر، أن احنا علينا أن احنا ندعم كل المتضررين في فلسطين، وابتدينا فعلاً بأن احنا وشبابنا جه وتطوع ان احنا بنشتغل دلوقتي على الاحتياجات من ملابس للاطفال ومن احتياجات مستلزمات ايضا للاطفال ومن مراتب لان الناس بتروح خيام طب هيناموا على ايه فالحقيقه بنشتغل على اللي هي البنيه الاساسيه الحياه بالنسبه لنا الحقيقه النهارده يوم مفرح جدا احنا متجمعين كلنا كأسفل الخدمات العامه الزراعه التنموي للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه واحنا شريك في التحالف الوطني للعمل الاهلي النهارده متجمعين عشان نساعد أهلنا في غزه، الحقيقه احنا يعني الاقباط مهتمين جدا والكنيسه وقداسه البابا مهتم جدا بنصلي وبندعم بقلوبنا ان الحرب دي تنتهي ونقدر نساعد اخواتنا هناك، احنا النهارده قدرنا ان احنا نجمع شباب من الكنيسه وخدام خدمات وتصوير خدمات عشان نعمل حاجه صغيره نعبر بيها عن محبتنا وتضامننا مع اهالينا في غزه. ومنذ بدايه العدوان الاسرائيلي اعاد التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي شاحنات للمساعدات الانسانيه والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات بلغت نحو 395 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى الملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن بلغ 7825 طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعمال الحرب التي اسفرت حتى الان عن سقوط الالاف من الشهداء والمصابين